لا، هو مش حكاية مجهود بدني، هو حكاية مجهود ذهني أكتر من مجهود بدني. يعني إنك أنت بتفكري في إنك تعملي 15 حلقة وتكثفي شغلك كله في 15 حلقة، ده بيستدعي منك إنك أنت تبقي يقظة جدا، عشان ما أنت بتطرحي الموضوع في وقت ضيق. ده يعني تلاشان للمط والتطويل اللي كان بيحصل في الـ30 حلقة. فهنا لازم تبقي حذرة جدا، ويبقى إيقاعك يتناسب مع الـ15 حلقة، إيقاعك يتناسب مع قلة الوقت، فبياخد مجهود ودقة أشد من الـ30 حلقة. ليه لا؟ أولا إحنا كان عندنا زمان حاجة اسمها السباعية، وكان عندنا حاجة بعد كده اسمها الـ13 حلقة، ما كانش في مسلسل يتجاوز الـ13 حلقة. فجأة لظروف اقتصادية وظروف مادية حولنا الحكاية لـ20 ساعة و30 حلقة. ده نتج عن ارتفاع أجور النجوم، فبقى الـ13 حلقة ما يغطيش أجر النجم والتكلفة، فبقينا 20 ساعة. لكن يعني أعتقد إن الناس تنبهت إلى إن مش كل الموضوعات لازم تقدم في 20 ساعة وده يفضل الثابت، حتى ولو كان الموضوع ما يستحملش فكنا بنقدمه في 20 ساعة. ده حصل إنه تم نقد الحلقات دي، وناس كانت بتحس إنها مملة وطويلة وفيها مط وبتاع، فمش كل موضوع يستحمل 30، في موضوع يستحمل 20 ساعة ويتعمل منه جزئين ثلاثة كمان، لكن في موضوع ما يحتملش 20 ساعة، يحتمل 10 ساعات فقط يعني. ايوه لا 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 لا، ده حاجة وده حاجة، وده لون وده لون، وده مسلسل وده مسلسل، وده اسمه يصنف تحت المسلسل البوليسي او السسبنس شوية، وده بيصنف تحت المسمى الاجتماعي الكوميدي الانساني اللي بيعالج قضية، فده لون وده لون خالص يعني. لا، هو طبعا السنه دي في تطور في شكل الاخراج وفي شكل الصوره، في شكل الصوره وفي اهتمام شويه بالتكنيك، ده تطور تقني تكنولوجي، بقى مطلوب ان الناس تتفرج على صوره حلوه والوان حلوه وتكنيك جديد يعني. لا والله ما كانش في وقت، لاني كنت بصور لغايه امبارح يعني وبمنتج يعني. 15 حلقة، 15 حلقة، شكرا يا فندم.